I'm expecting to win. لعلنا سوينا. والحصان ما عنده مشكلة. He's crazy. بيقدر يتطور يصير أحسن. Life is like that. عبد الله موتي اس؟ لا. عنتر يا عنتر ها؟ ممكن نخليه اليوم في المركز الأول؟ بخليه يروح اليوم. عنتر أخيرا وسادق هنا لولا فوز المعجران موتين هو الذي يتصدر الجبال وحاول أن جينسو فعلا أيوان دافع الانتراب هنا جينسو وأيضا لولا فوز جينسو من أمور طيبة السليم مقدمات كثيرة طرحناها الموضوع الفرسان أسئلة وإجابات وآراء مواقف كثيرة مرينا فيها في عدد من السباقات أجبرتني أني أطرح هالسؤال عل وعسى نصل الفكرة ناضجة قابلة للتطبيق بعد كل الكلام تحس إن النادي المدربين إلى آخره سووا المطلوب عليهم للفرسان المتمرنين؟ والله سووا بس بعد كل ما زادت الأشواط للفرسان واحتكوا أكثر فيكون تشوف الفرسان تطورون بس إذا في طول الموسم بيركب له رايد أو رايدين مو بإناف يعني مو كافي حق رايدر متمرن يعني. موضوع الفرسان المتمرنين شوي في تعقيد. I think there's always more that can be done. I mean, we try and help ours as much as possible, and we have our old jockey who's still riding work, Terry Kane. He tries and gives some advice, and any jockeys that we have riding out, Gerald, when he's riding work with them, tries to give them advice. So you know, and I'll sit them down sometimes, and we'll go over the videos of the races. I'm not sure that every trainer does that. بالنسبة لي يعني عند ألن يعني إنه يعطيني صراحة مو مقصر يعني من أول العام لهالسنة يعني السنة الثانية مو مقصر يعطيني وقاعد أحط على روحي. أنا بأركز أكثر على دور المدرب. بعد في تطوير هذولين الفرسان المتمرن. حمد الله ودش وصلتي لنقطة لازم مدرب اللي يكون عنده فارس متمرن يعطيه فرصة. بالضبط. فأنا أتمنى لو كنت عندي واحد أعطيه فرصة. ليش ما عندك واحد تعطي فرصة؟ ما عندي. حاولت ما. ما بتحس إن اللي موجودين حالياً من هالتسعة أو الاثنا عشر؟ ما أعرف أنا تكلمت مع عدة أشخاص وما صار ترفيه وياهم. أنت يوم كنت ويا إبراهيم العفور ما كنت أشوفك الحين عرفتك من يوم بديت تركب ويا يوسف طاهر. لا كنت أركب من بداية الموسم أول رايد صار حقي يا إبراهيم. لو عندي شو أنا دخل ثلاث أشواط العربية لو عندي. كل بدخل ثلاثة تروس لازم بدخل البرنتس بعطيه فرصته واحتاج حق الثلاثة كيلو زين بس كامة مثلا هل 12 أبرنتس موجودين؟ اي بس انا ما اقدر اعطي واحد ما يشغل عندي يعني حلو خيروك لو يوسف طاهر عطاك اوفر تروح ولا لا؟ والله؟ ما اعرف لان طلع لي الليسان اللي هو مدرب محمد سعيد ومن البداية انا كنت ويا ابراهيم العفو بديت يا ابراهيم وما قصروا ياي طبعا المدرب محمد سعيد هو اللي يشتغل عليه هو لازم الفارس يعرف وين يروح ويعرف وين يختار لازم هاي التشويز لازم يكون هو فاهمه وين اليوم انت ايش قدمت حق هذولين الفرسان المتمرنين تقدر تسلم كلهم وطن خارجين تسلم كل الفرسان سلم عندي كلهم خصين كويتي انا واحد من اللي كنت يا كويتي ما اعطاني الفرصه ثلاث لأربع سنوات يا كويتي سئلي يمكن ركبت أربعة أشواط عنده بس كل أنا جبته على عندي تعلمه وعندها وطافرته كل بس ابنا نبي إنزين غير ما يجيب ما يجوكم يبوح يعلم أنا الواحد أجيبهم وخليهم خليهم ثقة أنا من 2012 للحين فارس متمرن ما غلبت شوط مشاركاتي طول الموسم خمسة أشواط أو ستة أشواط ما عدا الموسم اللي طاف يوم كنت يا بابا جعفر عطاني تقريبا 15 شوط. خبر اليوم قاعد يعني في ذي الموسم بما ان انت فارس متمرن معاه تحس ان انت اخذت حقك ذي الموسم؟ والله الصراحه جابر رمضان ما يقصر يوم.
عطاني فرص وغلبت له. يعني في كان اشواط المفروض انا اركب عنده، بس يفضل الجوكي الاول اللي هو روبرتات. عقب روبرتات يعطيني، يعني هو الجوكي عنده الاول. اول مره اشوفك هنا صراحه. اي لان ما اشارك، ما حد يدعمني من المدربين لا من لاك لا شيء. اعتقد ان الفارس البحريني شوي مظلوم هني في البحرين، من ما يحصل فرصه رايدات كفايه. يعني الفرسان المتمرنين يمكن اللي قاعدين يركبون ثلاثة أو أربعة. يعني أنا أركب من 2002 بس ما حد يدعمني، ما حد يعطيني برنتس. يعني كنت قبل مرني عبد الله كويتي كل أسبوع أشارك، الحين اختفيت مرني جيمس نينر بس رايدن بوي. يعني كمدرب وكمالك يبغي يفوز، في نفس الوقت الفارس المتمرن هو عليه مسؤولية أنه هو يظهر من نفسه. يعني صح الفرص قليلة، لكن أنت ما بتقدر تثبت نفسك إلا إذا استثمرت هاي الفرص القليلة بطريقة صحيحة. الفارس المتمرن لازم يأخذ فرصته من المدرب، ولازم المدرب يغامر، ما عنده مشكلة. أنت إذا عندك 4 رؤوس في الشوط أو 3 يا أخي عطى فرصة، ليش لا؟ إذا عندك 4 رؤوس ولا 3 رؤوس، يعني إذا عندك أكثر من واحد. بس بعد اللي أنا أرد أفكر فيه إن المدرب لما ينزل خيله في الشوط يبي يفوز. أكيد أكيد أكيد. كمالك بعد مالك، يعني إذا مثلاً عنده رأس ولا رأسين، إذا يقول لك أنا قاعد أصرف وأبغى أفوز، برنتس أعطيه. يعني ما أقلل من مستواهم، بس البرنتس مو بنفس الفول جوكي. بس إذا كان عندي فارس متمرن ويشغل معاي ويكون معانا، لها بيكون فرصة هو أكثر. ما دام بيركب عندي شوطين 3 بيركب 10 عندي، ما بعطي شوط بعطيه يركب وشجعه ودعمه. ممكن نرسله للخارج بعد ببركات سمو الشيخ ناصر اذا كان عندي موجود، لا بسعيله للافضل. بس الحين الحمد لله يعني النادي قاعد اشوف يعني الاشواط زادت مال البرنتس. يعني قاعد الحين في شوط اللي هو الانتاج المحلي، اول ما كان عندنا انتاج محلي اللي هو في البرنتس، أو حين المستورد زادوا لهم بعد الأشواط، فيعني الفرصة متاحة شوي. بس بعد محتاجين إحنا يعني نتعلم، نحتاج نطلع كورس برا أساس إن نطور من نفسنا. أنت تدرين إنجلند ريسات ورا بعض أسبوعيا، يعني يوم الجمعة يسابقون، الأحد يسابقون، فعندهم إمكانية وعندهم تطور. إحنا هني أسبوع واحد، فصعب إن نتطور يعني. فمن كذي إحنا يعني كله يحاسبون. Mechanical horses, a gym maybe. Install a gym in the club so the boys can train a little bit more. أول شيء نحتاج مدرسة تكون عندنا هنا متواجدة. كلمناهم تقريباً من 3 مواسم وعدونا أن بيسوون مدرسة للفرسان المتمرنين في البحرين وما شفنا شيء. ما في تشجيع حق الفرسان المتمرنين. But I think they could have more apprentice races. More apprentice races, yes. I think that would help. Also maybe. The jockeys, they get a fee for riding, and if they had the jockeys at a reasonable riding fee, which I don't think they're getting at the moment, and then the apprentices at half that riding fee, it would give owners an option to perhaps use an apprentice to save on cost. دعثوا كده فارس إلى بريطانيا وسنة لو سنتين. فارس رحيم، الفارس أحمد مكي، الفارس علي حسن الله يرحمه، بعثوا يعني فرسان وقدموا مستوى طيب. يعني بقايا الفرسان وينهم؟ نتمنى يعني نكون عندنا هنا مدرسة، ونتمنى لأن يكون عندنا واحد في الجوكر ومعلمنا الصح من الغلط بعد كل سباق، يعني نقعد إياه ويعلمونا. ترى النقاش كان طويل بين مقدمة وعرض وختام، حاولت أعرض لكم المختصر المفيد من كل هالكلام، أو بالأحرى الأفكار الرئيسية في موضوع الفرسان. ناقشت فكرة المدرسة مسبقاً، والجواب كان أن عدد الفرسان المتمرنين عندنا قليل على أن يكون في مدرسة. وهذا الموضوع يجرني لسؤال ثاني، وهو شلون نقدر نستقطب أو نزيد عدد هالفرسان. Well, you have to encourage young boys to come into racing. Mm-hmm. And to do that, you have to provide a workplace where they can actually earn some money. Yeah. ممكن وممكن نطبق أفكار كثيرة بنوصل فيها المكان بعيد، بس المهم البداية.
أنا أشوف إنه لازم يكون في شيء مخصص للفرسان المتمرنين غير الأشواط، مو بس الأشواط، لازم يكون في أشواط، بس لازم يكون في برنامج متكامل. يعني اليوم لازم يفرض على المدربين اللي مثلك ومثل عبد الله كويتي ومثل أي مدرب ثاني إن أهما يعني يكون في عليهم جزء من المسؤولية تجاه عدد من الفرسان المتمرنين. معاش أنا في الكلام، صح كلامك وأيد الكلام، بس أنا أقول إن لازم يعطونهم فرصة الشباب ذلين، إذا ما أخذ فرصته الحين متى بياخذ؟ هذه بس يبي له وقت، يعني مو يعني في يوم وليلة، أتوقع صعب، يعني يبي له وقت، يبي له إمكانيات، يبي له يعني وايد أمور يعني. وعارف اللي قلته مثل ما قال يوسف يحتاج له وقت طويل، لكن ما يمنع إن الأحلام تصير واقع في يوم من الأيام. نبدأها ببرنامج يكون فيه استقطاب فرسان، تدريب، تأهيل، توجيه بخبرات محلية أو عالمية، وبخطوات بسيطة تناسب كل الأوضاع وكل الأطراف، وبنوصل للي نبغيه. But I do believe that we do more than some of the other Gulf states for their nurses. When you consider how the international racing that they have in Dubai, and yet, what races are there for you, apprentices? Mm-hmm. There's no, I don't think there's an apprentice racing program. Well, inshallah, but أكيد يعني قاعد تطور النادي وتطور اللي قاعد تصير. أتوقع إن 100% بنوصل لمبحل حلول كثيرة يعني. وفي حلول، وأعتقد أنها بتطبق قريب، لكن ننتظر تأكيد وتصريح وبنعلن عنها أكيد. ثوركل ستار بطل فوق العادة، اليوم راح يكمل 20 فوز وعمره 7 سنوات، وهو طبعا المرشح الأول في كأس البحرين الذهبي. كان معاه بروبوزد لكنه تعور وانسحب، والمرشح الثالث بيلدو سول اللي شفناه في آخر شوط ذاك الأسبوع وأداءه ما كان ذاك الزود. هذا كان زين لحظة، مجريات الشوط قلنا من قبل إذا ما تجي في مصلحته ما. بس شنو اللي صار في ذاك الشوط وما يجي في مصلحته؟ كان الشوط بطيء ذاك الأسبوع. نفس اللي قالوا الناس يعني. ما أقدر أسوي له شيء بعد. ونتوقع هالشوط سريع بنشوف فيه فيلدو سول، بس أكيد مو أمام ثوركل ستار. ليروف أند ريسينغ انطلق الشوط الأول على كأس البحرين الذهبي برعاية فيفا من مسافة 2000 متر بمشاركة 6 من الجيادة المستوردة ثير بريد بانطلاقة كارتاغو، هو الذي يتصدر سباق من البداية مع الفارس روزي جيسب بالكاف الأبيض، يلحق به ثانيا أمريكان أورتيز مع جيرالد موسي، بينما المركز الثالث يتواجد تونو بروكي، والمركز الرابع هنالك المرشح الأول ثوركل ستار مع فرانكي ديتوري، والمركز الخامس هنالك بروسيس بينما فالديسول في آخر الجياد. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع كارتاغو هو من يتحكم بمجريات هذا الشوط، الفائز في الأسبوع الماضي بمسافة 2400 متر، يلحق به ثانيا أمريكان أورتيز مع جيرالد موسي، بينما ثالثا هنالك يتواجد تونا بروكي هو الآخر الفائز في آخر مشاركاته، بينما المركز الرابع هنالك يتواجد ثوركل ستار المرشح الأول في هذا شوط بطل كاس سيدي سمو ولي العهد وكبطل كاس الميثاق. والمركز الخامس هنالك فالديسول بمحادات السياج، بينما بروسيس في المركز السادس. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول مع كارتاغو، سولارا دانسلي على صداره هذا الشو، يلحق به ثانيا هنالك امريكان اورتيز سلاله دان هيل دانسر. هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، وهنا تخطف الصداره من قبل تونا بروكي، بدا في الانطلاق والاندفاع، بينما المرشح الأول حتى الآن ممسوك، أمور طيبة في السليم. ثوركل ستار أيها المتابعون الكرام ينطلق مع فرانكي ديتوري، فعلا أيها المتابعون الكرام هنا انطلاقة ثوركل ستار ومحاولات أيضا من قبل فالديسول، لكن المرشح الأول ثوركل ستار هو يطير إلى أول أشواط الأمسية. فعلا ثوركل ستار لا يحتاج إلى التعليق، فقط يحتاج إلى التصفيق، فصفقوا مهما كانت الشعارات، فثوركل ستار هو بطل هذا الزمان.
على الرغم من أنه فوز متوقع، بس كل مرة نشوف فيها ثور كالستار نستمتع. من وجهة نظري أنا يعني هاي الحصان ما كان يحتاج إلى فرانكي دي توري، والبعض توقع أن نشوفها مع جيرالد، وجيرالد ما حسيته في وضع المعتاد. Could be better, but I'm alright. What's wrong? Nothing wrong. No need to talk about it. Well, he wrote American artist and Sheikh Issa wanted Frankie to give Frankie the ride on Thor Killstar because he'd won Crown Prince Cup. I expected to see you at... Me too. At the end of the day, the owner pays the bills for the horses. It's their decision. Yeah, and it's weird. But nothing against Gerald at all. Nothing against Gerald. He's, yeah, and he knows that Frankie and Sheikh Issa are good friends. Life is like that, so ask Anna, know me. I'm not on charge. I did. I'm only the pilot. Nothing I can do. Frankie and Thor Killstar is a good combination always. Yes. Right? Yeah, well, Gerald won nicely on Thor Killstar beginning of the season as well. He won very easily on him two times. So. Because if I say it will be a problem. Why? Because I know myself. I will say some true, and true can hurt. Nothing against one jockey or the other. So there's nothing political in it. There's nothing controversial. Yeah. It's just... I better not say. No. Keep everybody happy. Frankie was over here for the Grand Prix, and Sheikh Issa kindly offered him the ride on Thor Killstar. Gerald knew that, and there's no issue with Gerald. It happens. في نهاية المطاف، هذا قرار مالك، وأكيد له حرية الاختيار. الشوط تصنيف من 0 إلى 70، هل نقدر نحدد في حصان مثلاً على آخر؟ والله أتوقع ما بين 3 جياد، بين بلوز جيتار ودولية وبلو فيرن. ممكن في ظل وجود هذه الأسماء. أنا نقول أقرب في الشوط دولية بفارق الوزن. الخطيرة عليها بلوز جيتار. بعد ممكن، بس بلو فيرن راجع من بعد غياب طويل. وقف الحصان ويجيك ب 62 كيلو يمكن يأثر عليه. والأداء يقاس بعد السباق. It's open. The Eurofan Racing انطلق شوط الثاني من مسافة 1400 متر بمشاركة 6 من الجياد اللوكال انتاج محلي هانديكاب من 0 إلى 70 بانطلاقة بلو فيرن، هو الذي يتصدر السباق من البداية، بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة دولية، هي التي تتصدر السباق، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل ناردين بقيادة الفارس حسين مكي. دولية تأتينا في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد هنالك بلو فيرن الفائز بآخر مشاركاته في نفس هذه المسافة. شموخ تاتينا في المركز الرابع، بينما غافية في المركز الخامس، وبلوز جيتار في آخر الجياد. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، ولا لازال ناردين هو الذي يتصدر سباق المركز الثاني. انطلقت دولية الفائزة في آخر مشاركاته في هذه المسافة. المركز الثالث هنالك انطلاقة بلو فيرن بشعار فيكتوريس مع جيرالد موسي، وشموخ في المركز الرابع، والمركز الخامس بلوز جيتار، وغافية في المركز السادس. إذن حتى الآن ناردين هو الذي يتصدر السباق، محاولات من قبل دولية مع الفارس أندرو إليت، ومن الجانب الآخر هنالك أيضا انطلاقة بلو فيرن مع جيرالد موسي. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا انطلاقة دولية مع أندرو إليت، محاولات أيضا من قبل ناردين. فعلا أيها المتابعون الكرام، دولية هي من تخطف صدارة الشوط الثاني. المركز الثاني ناردين بلوز جيتار. I've been close between Blue's guitar and Duelia. Last time the same, no? Yeah. But Nardini ran a very good race. Yeah. Nardini مشى قدام، قدم أداء جدا ممتاز، كان يعني منافس لدولية لخط النهاية يعني. بس أنا مثل ما قلت لك، فارق الوزن والفرس جدا قوية يعني، وهي الأقرب في الفوز يعني. أداء حلو من ناردين، وعلى قولة أسامة هاشم، هالحصان رغم عمره إلا أنه يحب وما يبغي يترك السباقات.
قبل فوز. رحنا فيها. كنت أقصد فوز المرشح الأول بطل كأس الملك الجلابي 1544 ومعاها كحلان عافص 1708، بس هالأسبوع أنس مايا وبيكون معاها حسين مكي، والمرشح الثالث كحلان عافص 1685 مع المدرب عبدالله الكويتي. وعندنا كم من سؤال قبل لا يبدأ السباق. حسين مكي داخل ولا برا اليوم؟ والله أعلم ما إذا راح يكون في لجنة تحقيق عقب السباق ولا لا. لا إن شاء الله أعطنا حسين الأوردر وإن شاء الله حسين قد المسؤولية، لأن هاي يعني مثل ما قلت شاف السباق اللي راح بس ما طلع برا، يعني أتروى اللي عرف أسلوب الحصان الحين، يعني المشكلة مو في الحصان، لازم الرايدر يحط باله عدل أبعدل عدل إن شاء الله اليوم يجيده ويثبت الحصان. أشوف يعني الجلابي في ذي الشوط إنزين، والجلابي خلينا نقول يعني خذ وقته وارتاح. كحيلان عافص لا، فليش قررت إن أنت تخليهم اثنيناتهم اليوم في ذي الشوط؟ لا لأن ما عنده سباقات الحصان، أسبوع عليها شوط الأفرس أنا ما عندي خيل، والعقبة بعد ما يحق لك حيلان عافص، فعنده ثلاثة أسبوعين يرتاح حق الشوط الفاينل آخر أسبوع كأس الروضة بدش، فخله يركب ما عنده مشكلة، حصان كفرنج زين على التحاليل ما عنده أي مشكلة، وممكن اليوم يفاجئهم بعد يغلب ترى. ثلاثة من أصل أربعة وكويتي ما يستسلم بعد مدخلك حيلان عافص. والله هاي ودرب له ورجع له. عبد الله ما تيأس؟ لا. لا. الريس ما فيه. وبأحسن صوم الناس ما يأس أركبه. واللي عندي أمل بعد. عندك امل بعد اي حصان زين بعد مو بس هالشوط عربي لو اي حصان زين عندي امل ليش فرصه يعني موجوده لا عبد الله اذا حصان يقدم في المسافه نفسها طلع النبي اللهم صل عليه ما في فرصه جات جاهزه لروف اند ريسينج انطلق الشوط الثالث على كاس فيفا وهو للجياده العربيه الاصيله من مسافه 1800 متر بانطلاقه كحيلان بانطلاقه الصقلاوي 1578 مع الفارس الروسي جيسب، يلحق به ثانيا المرشح الاول الجلابي 1544 مع الفارس عبد الله فيصل بشعار فيكتوريوس، بينما المركز الثالث يتواجد المرشح الثالث كحيلان عافص 1675 بشعار الوسميه، والمركز الرابع هنالك لدينا كحيلان عافص 1708 مع الفارس حسين مكي. إذا هذه هي نتيجة المراكز الأربعة، لا تزال الصدارة مع الصقلاوي 1578 مع الفارس الروسي جيسب، المركز الثاني يتواجد هنالك الجلابي 1544 بطل كسيدي صاحب الجلالة، والمركز الثالث يتواجد كحيلان عافص 1675، بينما هنالك المركز الرابع كحيلان عافص 1708 الفائز في الأسبوع الماضي. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع الصقلاوي 1578 من يتحكم بمجريات شوط الجياد العربية الأصيلة، المركز الثاني هنالك المرشح الأول الجلابي 1544، بينما المركز الثالث هنالك كحيلان عافص 1675 بشعار الوسمية، بينما تأخر للمرشح الثاني كحيلان عافص 1708 مع الفارس حسين مكي. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن 400 متر ما تبقى من سباق انطلاقة المرشح الأول، هنالك الجلابي 1544 مع شعار فيكتوريا، محاولات أيضا من قبل كحيلان عافص 1675، لكن الصدارة حتى الآن مع الجلابي 1544، محاولات من قبل كحيلان عافص 1675، لكن المرشح الأول يطير إلى شوط الثالث للجياد العربية الأصيلة بقيادة الفارس عبد الله فيصل. المركز الثاني هنالك الحصان ماخذ كاس سيدي جلالة الملك يعني مرتين، يعني حصان مو سهل لازم يفوز. الجلابي ومثل ما قالوا لازم يفوز، وكحلان عافص وصح الكويتي ما ييأس بس ما كان له فرصة في هالشوط، وكحلان عافص 1708 ورجعنا لنقطة الصفر ونفس الموضوع. تمنيت ان حسين مكي
يسوي نفس ما سواه السيابي في قيادة هذا الحصان، أجاده وخلى الحصان في المستوى المطلوب. حسين مكي ما أدري ليش كل مرة على هالحصان لازم يود السياج الأيسر. أنا قلت لك قبل الشوط إنه الحصان على راحته، وين يبي يروح بخليه يروح. ما بتجبره؟ لا. ليش؟ إذا بجبره بغرر من 100 دينار نفس ذاك السبوع. تعطيني 100 دينار أنتي؟ لا. بخليه يروح من هناك. وقلت حق يوسف هاي الكلام قبل الشوط؟ قدامي إيش قلت له؟ قلتها قدامي. محله يبي يروح يروح الحصان. لكن يوسف أصر أن الخطأ خطأ فارس. حسين مكي اليوم أخفق أخفق، بس الحمد لله أنه ثاني. مياس، لأن مياس راكض في نفس المسافة ونفس الفارس وغالب في هاي المسافة، وهو المرشح الأول مع المرشح الثاني بارجمنت والثالث فارنج. و سو حراش مليار and the first entries. Yes, but we took out Arash and Miliar to make this one top weight. That's what we did. Okay. To benefit Mayas, of course. If we ran Arash, then they would all be on 54. But now, what they call him, top weight there? Top weighters go to 61 instead of 54, which will benefit Mayas. Okay, you're naughty, James. Oh, same as my horses, no? That's what you told me. إذا نقول الثقة بمياس كبيرة، خصوصا بعد موضوع الوزن. إي نعم، مياس حصان قاعد يقول أنا ناطح الأبطال. آخر أداء قدمه أداء كلاس 1، يعني مو أقل من أداء ريتورت على نيوز بريكر. يعني المسافة اللي كانت بينه وبين بارتشمنت جدا بعيدة، قدر يقطعها ويغلب فيها. حصان كلاس 1 بكل معنى الكلمة. بس بعد ما نبي ننسى آخر أداء، شلون طلع بارتشمنت في المقدمة، ومع تغيير الفارس من عبد الرحيم لروزي ما نعرف ايش بيصير في السباق. روف اند ريسينج انطلق الشوط الرابع من مسافة 1800 متر، انطلاقة بطيئة لديبا من البداية، بينما انطلاقة سريعة للمرشح الأول مياس الذي يتصدر السباق، بينما تخطف الصدارة في هذه الآونة من قبل بارتشمنت في عملية سحب للشوط لمصلحة فارنج. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع فارنج، عفوا مع بارتشمنت بالكاب الأحمر مع الفارس الروزي. مياس يأتينا في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد فارنج، والمركز الرابع فردية، بينما ديبا حتى الآن في المركز الخامس. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول بارتشمنت مع روزي جيسم بشعار فيكتوريوس بالكاب الأحمر، من يتصدر في هذا الشوب السباق. المركز الثاني مياس المرشح في هذا السباق والفاز في آخر مشاركاته في نفس هذه المسافة. المركز الثالث هنالك بجانب ياتينا فارنج مع جيرالد موسي، بينما فردية في المركز الرابع وديبا في المركز الخامس. إذا حتى الآن الصدارة مع روزي جيسم هي من تتحكم بمجريات هذا الشو. المركز الثاني هنالك انطلاقة مياس مع أندرو إليت، والمركز الثالث فارنج مع جيرالد موسي، فردية رابعا وذيبة في المركز الخامس. إذا الصدارة هنا حتى الآن مع بارتمن سلالة بلو سنيك على صدارة هذا الشو. هنا انطلاقة المرشح الأول مياس الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع، والمركز الثالث هنالك فارنج وأيضا فردية من جانب السياج ومن الجانب الآخر ذيبة. فعلا أيها المتابعون الكرام، انطلاقة مياس ينطلق في هذه الآونة، محاولات من قبل بارتشمنت وأيضا ديبا، لكن الصدارة مع مياس. أندرو إليت على صدارة هذا الشو. فعلا أيها المتابعون الكرام، مياس بشعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة من يقتل صدارة الشوط الرابع بكل سهولة وريحية. المركز الثاني بارتشمنت، فارنج في المركز. أثبت الحصان أنه عنده قدرات عالية، ودليل أنه ما كانت مثلا سباق واحد أو سباقين، اليوم أثبت الغلب السابق إلى أنه بطل من أبطال إنتاج شيخ عبد الله. وإذا رجعنا للسباق بنشوف بارتشمنت بأداء مو مثل آخر أداء. بارتشمنت عند عبد الرحيم جاسم يكون أسرع من قيادة روزي. عموما يمكن هذه كانت توجيهات ألن،
بس الخلاصة إن مياس وتوقيت أندرو في السباق أكثر من ممتازة. توقيت تمركز كامل صحيح، وبدليل إنه وصل إلى الكاميرا الفوتو فينش بكل أريحية. ما بينهم هذهم الثلاثة كان ستار بوي ولندن لوك ولايت دالوك، وهم أصلاً المرشحين، ومعاهم جام روكفورد. وين روبرت تارت؟ روبرت تارت راح كوفي شوب اللي عند هني ستاربكس. صدق؟ صدق. روبرت تارت راح الموسم ابتدى عندهم هناك. خلاص ها؟ إيه خلاص، لأن زوجته في دبي، عندهم حصان شارك بكأس العالم، وكأس العالم يوم السبت. خلص كأس العالم والثاني راح، فهو راح عقب الريس. ذاك المرة كان شوت في لايك ذا لوك وفي لندن لوك. اي نعم. بس لايك ذا لوك ما توفق وما انطلق وركض بروحه في الريس. اي نعم. زين. اليوم بنشوف منافسة بينهم، لأن علي طالب. طالب علي. طالب أنا علي طالب. لأن طالب علي زين كان يقول إنه لا، حتى لو انطلق لايك ذا لوك بعد بيكون لندن لوك هو اللي فاز. اي طبعا لازم نفس الشيء لا ما اليوم لا ما, ما, ما تقدر تقولين نفس الشيء. اليوم السباق فيه كسره طبعا، اليوم امتحان للندن لوك اول مره يروح البند، فبس هو يعني اكثر حصان عنده نسبه فوز يعني لندن لوك. ان لندن لوك شنو شفتين سباقاته في البند؟ شفتين سباقاته في الستريت؟ شنو الفرق بين الستريت والبند عنده؟ ما اعرف والله. مرشح الاول بعدين بتشوفي، مو الحين بعدين عقب الشوط. جاهزة للانطلاق، هذه روف اند ريسينج، انطلق الشوط الخامس على كاس فيفا اليد بعد انسحاب الجواد لايك دي لوك من هذا السباق. انطلاقة موفقة لثلاث من الجياد المستوردة لعمر الأربع سنوات فقط لا غير، بانطلاقة المرشح الثالث ستار بوي هو الذي يتصدر السباق، يلحق به ثانيا المرشح الأول لندن لوك الفائز في آخر مشاركاته. جيم روكفورد يأتينا في المركز الثالث. إذن هذه ثلاث مراكز الأولى، لا تزال الصدارة مع ستار بوي بشعار العفو ريسينج مع الخبير جيمي كوين، يلحق به ثانيا لندن لوك المرشح الأول في هذا السباق مع شعار كرر البقادي. المركز الثالث جيم روكفورد بشعار سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة مع ستار بوي. جيمي كوين على صدارة هذا الشوط، بينما انطلاقة المرشح الأول لندن لوك من جانب السياج الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع مع الفارس عبد الله فيصل الذي يبحث عن الثنائية. ستار بوي في المركز الثاني وجيم روكفورد في المركز الثالث، لكن المرشح الأول لندن لوك. محاولات أيضا من قبل ستار بوي فعلا. أيها المتابعون الكرام، هنا لندن لوك وستار بوي يعود مرة أخرى. ستار بوي صار أفا على آخر شيء. يلا مو رزقنا. شو يقول لك عبد الله؟ شو يقول لك؟ يقول من حصان اخر شيء مشي، اضطر انه يمشي يعني، فكان بدائيا انه مضبوط. حاول انه شوي الحصان يطلع برا، جرى الى الريل ويلي هذاك شوي مفتوح عنده في مجال اخر شيء صار. يعني كان خلاص على اخر لحظه. اي 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 كاس العالم راح اخر لحظه. كاس العالم راح اخر لحظه، ثندر سنو. يعني هذا الريس هذا حالات ما قلت اضطر انه هو الحصان وزن بعد يعني نفس الشيء يعني نوزان. نتفاجئنا بهالصراحة ان لهذا اليوم كذي بتكون نوزان في برنامج محطوط 57، هنا اليوم 60، ما ادري يوم الثلاثاء 60. ايش سالفه هاي المشكله الحين؟ هذا حسب ما ذكر لكم ذاك اليوم. لا احنا يوصلنا بس عندنا البرنامج مضبوط اللي هو 57، أربع سنوات فقط. اليوم الثلاثاء فاجأنا اللي هو 62. الآن مشكلة يعني كانت غريبة دي المشكلة. يعني إيه هذه المشكلة المرة الثانية ذاك الأسبوع نفس الشيء. عباس واليوم يانا إحنا. بس الأغلب ما اتفق إن المشكلة مشكلة وزن، ولكن مشكلة كسرة يعني. ومع إن الحصان ركض ترى في آخر أمتار خسر يعني آخر شيء يعني. بس ستار بوي حصان زين يعني. جوكي عطاء
خوش رايد. وقت له وقت له انه يجي عند الفينش ويغلب لندن لوك. والحين وبعيد عن ستار بوي ولندن لوك قلنا بنشوف لايك ذا لوك، لكنه بعد ما انطلق. سلفت لايك ذا لوك؟ الجوكي رفض. شنو الجوكي رفض؟ خاف، رفض قال بس ما بركة، يعني عقب وصل وما رضى له خاف، قال ما بركة. صدق؟ ايه، الستيوارد ده قاله. Because it's 3 weeks left of the season. I need to go back to England and ride. If I get injured here, and then what? It's gonna cost me the momentum. It's bad enough for me staying this long anyway. I should be back in the UK in March to get everything going. But if I was to get injured now, I'd be off for 6 weeks, and then it'll just finish my season in the UK. Why? خايف يمكن يديش يشبب نفس ذاك المرة. He's crazy. He's crazy. والحصان ما عنده مشكله في الدخول، دخل قبل ما يصير ما عندك. وذاك اليوم يا روبرت تارت عنده مشكله هاي في البدايه، بعدين تعلم خلاص قام يدش الحصان ما صار عنده اي مشكله. عقب الريس اللي طاف كان داخل البوكس ومو رفض الدخول. He had a good chance, but he was messing around that much. I gave it 3 chances and it still didn't want to go in, so I said it's not worth it. الحين انكلينيشن طبعا هي في اشواط الافرس حدودها زينه، بس بعد اقول لك الوزن اليوم 61، وفي بعض الافرس شايين اقل، يعني تقريبا 7 كيلو 6 كيلو اقل. بس تبقى هي المرشحه الاولى في هذا الشوط، مع المرشحه الثانيه جنسو والثالثه سهارة وسته اخرين. وبما أن ذكرنا إنكلينيشن، أحس أني أبي أخلي خالد هلال في حالة، ويمكن أسأله عن جنسه عقب السباق. بس سهارة، المفروض سهارة اليوم زين تأدي سباق زين، أقل وزن، الخيل الموجودة عادية، عادية ما فيهم إلا فرس العقور. إنكلينيشن إيه إنكلينيشن، مفروض يعني هي تأدي سباق زين. عندي جنسه ركضت آخر مرة ريس زين وقاعدة تتطور يعني، ومثل ما قلت يعني عامل الوزن اللي شوي خوف. روف اند ريسينج انطلاقة بطيئة لميديسين بالي من البداية، بينما انطلاقة موفقة لجين سو هي التي تتصدر سباق من البداية، تلحق به ثانيا الموريات مع الفارس حسين مكي صحارة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتواجد هنالك شي سيدييس مع روزي جيس، بينما خامسا هنالك اورينتال سي، والمركز السادس هنالك ايضا لدينا ميديسين بالي، والمركز الثامن هنالك المرشح الاولى انكلينيشن، والمركز الثامن هنالك ايضا لدينا روان مع الفارس احمد مكي لولا فينسس في اخر الجياد. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول الان مع الموريات على صداره هذا الشو، المركز الثاني هنالك لدينا صحارى وايضا جينسو، انكلينيشن ياتي خلفهم مباشره في المركز الرابع، شي سيديس في المركز الخامس، بينما اورينتال سي في المركز السادس، ميديسين في المركز السابع، ولولا في المركز الثامن، وروان تتراجع إلى آخر الجيال. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، 600 متر ما تبقى من السباق، والموريات لا تزال هي التي تتصدر السباق، بينما انطلقت المرشحة الأولى هنالك لدينا انكلينيشن، ومن الجانب الآخر هنالك لولا فينسس. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا انطلاقة لولا فينسس، وهنالك محاولة أيضا من قبل جنسو. فعلا أيها السيدات والسادة، هنا لولا فينسس مع جرارد موسي هو الذي يتصدر السباق، محاولات من قبل جينسو. فعلا ايها المتابعون الكرام، هنا جينسو وايضا لولا فينسس، جينسو من تخطف. انكليشن بيكون عائق وراها الوزن، 61 كيلو والافرس اللي وياها نازل وزنهم بمعنى الكلمه، صعب ان هي تغلب هالافرس هذه. يعني خلينا نقول متوقعين من جنسو في ذي الشوط. نعم. لأنها في آخر مرة شفنا الاندفاعة. نعم. مع نفس الفارس. نفس الفارس كان عنده، نفس الفارس. صح؟ فتوقعنا أن اليوم لأن الوزن أقل. نعم. فمفروض أن هي تفرق وتكون خطرة على انكلينيشن. صحيح. صح. وصار. نعم.
يعني أول شيء هاي توفيق من الله الحمد لله. الفرس صغيرة، وصولها البحرين متأخر طبعاً، فرات مع دفعة الخيل اللي جات من مزاد أكتوبر من تترسيل. ما بغينا نستعيل عليها بالتجهيز، نضغطها من البداية على أساس تأدي. ركضت ثلاث مرات الحمد لله. المرة الأولى ما كانت انطلاقاتها زينة من البوابات، تأخرت شوي. ثاني مشاركة بالنسبة لي أنا الأداء كان جدا مرضي الحمد لله. الفرس وصلت في المركز الثالث، بينها وبين الثاني يعني خشم. الفارس أول مرة الجوكي يركبها، اليوم تقريبا شبه عرفناها أكثر. في التمارين ما حبينا حتى نضغطها، خليناها بس نحافظ على لياقاتها لنشوط اليوم. In the corner it hits a flat spot and it's a bad mover, so it's a bit like that and I thought it was going to break. So I kept it together and then in the straight it had a good finish and finished third. So I knew the horse, I knew it was going to do the same again today on the corner. Feels like it's going to break, but I kept it balanced, didn't put under any pressure, came into the straight and I thought now you're balanced you can go. نبارك المضمر خالد هلال أول انتصاراته، إن شاء الله نشوفه بعد بالسباقات القادمة. إحنا عندنا طلب تغيرون اسمها وبعجبنا. والله عاد هذي الحين بالعكس، هذه من غلاها صارت صرحنا بالنسبة لنا الاسم حلو، ولا هي مو بحلو اسمها. يلا موفق. مشكورين مشكورين. ترى إحنا بدينا يمكن متأخرين وعدد الخيل اللي عندنا جدا قليل، لكن الحين إن شاء الله هاي دافع على أساس إن نزيد الخيل، وإن عندنا فرس ثانية في عمرها بعد ما حبينا نستعيل عليها. إن شاء الله في الأسابيع اللي بتي نقدر نلحق لنا على شوط إن شاء الله. إن شاء الله والموسم الجاي بإذن الله. الموسم الجاي هذه عندنا تجهيزات خاصة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً عندنا حكي وايد نبي نقوله عن الموسم الجاي، بس الحين باقي لنا آخر الأشواط. المرشحين فيه ثلاث: ماتيلدا وصعوب وذا نيم اوف ذا جيم. اتوقع الشوط بينهم بين ماتيلدا وباقي الجياد شوط مفتوح يعني، بس الافضل شيء ماتيلدا يعني. نشوف السباق احسن وبعدها نعلق على المستويات. They are off and racing. انطلق الشوط السابع والأخير على كاس فيفا جسور من مسافة الألف متر للجيادة المبتدئات التي لم تفز من قبل بانطلاقة ثمان من الجيادة اللوكال انتاج محلي بانطلاقة ملزومة، هي التي تتصدر سباق مع الفارس أحمد مكي، يلحق به ثانيا هنالك عنتر مع الفارس حسين مكي. المركز الثالث هنالك The Name of the Game مع زهير مجيد، وهنالك أيضا من الجانب السياد ينطلق الدرة مع الفارس إبراهيم نادر. إذن فعلا أيها المتابعون الكرام، الصدارة مع ملزوم أحمد مكي على صدارة هذا الشو، بينما انطلاقة ماتيلدا على صدارة هذا الشو ومحاولات أيضا من قبل الدرة مع الفارس إبراهيم نادر. فعلا أيها المتابعون الكرام، عنتر على صدارة هذا الشو، محاولات من قبل ماتيلدا والدرة وتبيان. فعلا أيها المتابعون الكرام، عنتر من يخطف صدارة الشوط السابع والأخير. فعلا عنتر هو بطل الشوط السابع والأخير. مبروك يا عنتر، أخيرا أخيرا ما بغينا نغلب. عبد الله، توقع ان اليوم بيقدر يفوز عنتر؟ متوقع. شنو كانت المؤشرات؟ إيه والله في التمرين مدنا تمرين فرز زين عنده، فكان مأدي وياها تمرين زين. اقدر اقول ايزي وين، خصوصا في اللحظه اللي خلاص شفناك ان انت جدمت تقريبا يعني ايزي. وبدون تحليل للي صار، في ابتسامه ولحظات مستعدين نسوي أي شيء عشان نشوفها في كل السباقات. واليوم مميز بالنسبة لي لأن شهد انتصارات يمكن ما كانت على البال. في كل الأحوال النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.
We have played back Romeo and we have Muta Hadi for that. Because I thought, you know, you want Thorkell Star always in the 1600. Not but you think we're so greedy? Huh? You think we're so greedy that we run a horse like Thorkell Star every week? Take a photo of this phone. don't make me say things then. I don't want to talk about it. Okay, I don't want to. في لجنة تحقيق ولا مو في اليوم؟ لا اليوم مو في اليوم. إيش قررت؟ آه أقول لك اليوم مو في. شو اللي خلاك تقرر يعني تبطل إنستغرام؟ أي إنستغرام؟ إنستغرام. أقرر بطل برنامجكم طبعا. برنامجنا؟ إيه أنا ما شنو طالع في الإنستغرام مثلا؟ زين. أصور أحط لنا واحد ما في رأي بيصور برنامجكم أستفيد منه شيء في مجالي. شكرا. ويلكم. شو تسوي جعفر في الأوف سيزون؟ أجي هنا عند الخيل يا الخيل شهر 8 أبدي أركب خيل. ويعني لين ما عندك كنافة شو تسوي في الحياة؟ ما أسوي شيء.